السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخيرات عليكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم بأتم الصحة وعافية وخير إن شاء الله. طيب، كذا حد منكم طلب مني أشارككم في أي أدعية كنت بقولها وقت ما كنت تعبانة أو أي خواطر عدت عليا. وبصراحة أنا في دعاء أنا بحب أكرره كتير، وأكيد أنتوا كلكم بتقولوا الدعاء ده، بس ساعات كتير ما بنفكرش ايه اللي بيحصل لما نقول الدعاء ده. وساعات كتير في ناس بتستخدمه في موضع واحد وفاكرينه هو الموضع ده فقط يعني، او ساعات حتى بيستخدموه استخدام غلط من عدم فهم الدعاء نفسه. الدعاء ده موجود في سورة آل عمران في آية 173: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه بقى القصة؟ احنا الآية دي بتتكلم عن غزوة أحد، صح؟ بعد ما حصلت الهزيمة و70 من الصحابة قتلوا والرسول صلى الله عليه وسلم أصيبوا وعمه يعني قطعوه تماما، يعني كان حاجة، كان موقف صعب جدا، حزن شديد جدا، ويعني موقف رهيب. زاد على كده بقى أبو سفيان بعت واحد من المنافقين للمسلمين عشان يقول لهم خلي بالكم، الذين قال لهم الناس، صح، الناس اللي هم يعني جاي، أو الرجل جاي من عند أبو سفيان، إن الناس قد جمعوا لكم. أبو سفيان بيحضر قريش، رايت، وجايين علشان يقضوا عليكم، صح كده؟ فخشوهم، خافوا بقى. يعني طبعا لما تخيل انت اوريدي في الموقف اللي انتوا فيه ده وكميه الحزن ده، صح، وبعدين حد جاي بيقول لك كمان ايه دول، ده كمان ابو سفيان بعت بيجهز قريش وجايين يكملوا عليكم. كان ردهم ايه ساعتها؟ سبحان الله، مش فخشوهم، لا، فزادهم ايمانا، ازدادوا ايمان. كلنا سبحانه وتعالى سبحان الله بنمر بمواقف صعبة في حياتنا، كلنا بنبتلى بنختبر، ده دار ابتلاء. يعني لو أي حد فيكم فاكر إن الدنيا دي المفروض إن هي تكون كده كاملة مكملة، ده مش في الدنيا، كانت تبقى جنة لو كل واحد عنده كل حاجة هو نفسه فيها وكل حاجة تمام مية مية، ما كانتش دي بقت الدنيا، ولكن كانت بقت الجنة. كلنا بنعيش في امتحانات، اللي عايز يتجوز ومش لاقي يتجوز، او اللي اتجوز وبعدين مش سعيد في حياته، او الحمد لله سعداء في حياتهم بس مش عارفين يخلفوا، او خلفوا بس حد من الاولاد عاصي، او لا قدر الله مريض، او مفيش فلوس، او مفيش شغل، او في شغل بس مفيش راحة نفسية. كل واحد فينا عنده ابتلاء، ما حدش خالي من الابتلاءات، ودي هي الدنيا، ده العادي. لو احنا قعدنا فكرنا ان الحياة المفروض تكون بيرفكت 100 100، يعني زي ما بيقولوا كده، يبقى احنا اللي يعني بنخزل نفسنا، لان دي مش دنيا، الدنيا ابتلاء فيها الحلو، بس برضه هنختبر. وكل ما بنقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى كل ما الاختبار ممكن يزيد، بس رد الفعل ايه؟ زادهم ايمانا، شيء بيقويك لانك عارف انك انت قريب من الله سبحانه وتعالى، عارف انك انت على الطريق الصح. والاهم من ده ان احنا ما نتخدعش بالسوشيال ميديا، يعني احنا كل حد بيحط صور كأن حياتهم رائعة، مفيش حد حياته كده، مفيش، والله صدقوني. الناس او كل حد اللي بيحط حاجة على فيسبوك ولا انستجرام بيخليكوا يعني تشوفوا بس اللي هم عايزينكوا تشوفوه، لكن لو انت طلعت بره الكادر هتشوف حاجة تانية خالص، في حياة عادية وفي مشاحنات وفي ايام كويسة وفي ايام يعني الواحد بيعافر وفي مرض وفي حياة عادية جدا. ولكن الدعاء كان ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اوقات احنا بنفتكر ان حسبنا الله، انا بحسبن عليك، يعني انا مظلوم، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لا، ربنا ده حسبي، يعني انا بقول ربنا هو وكيلي ونعم الوكيل كمان. يعني تخيل انت لما يكون حد اللي متولي كل امورك ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي اصلا في ايديه سبحانه وتعالى كل المشاكل اللي انت بتعاني منها، هو بقى يبقى وكيلك. تخيل لما يبقى الله سبحانه وتعالى هو وكيلك، كل شيء انت خايف منه في ايد الله سبحانه وتعالى. فتخيل قد ايه جميل الدعاء ده. الدعاء ده سيدنا ابراهيم كمان عليه السلام قاله لما القوه في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. والامام مالك كمان كان كاتب على الخاتم بتاعه كان منقوش حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما سالوه ليه انت كاتب الايات دي؟ قال علشان الايه اللي بعديها، وده اللي انا كنت عايزه اشارككم فيه النهارده. الايه اللي بعديها بتقول ايه؟ لما قالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الايه اللي بعديها بتقول ايه؟ فانقلبوا، بالسرعه على طول، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تخيلوا، مش لم يصيبهم، لا، لم ما مسهمش حتى سوء، صح، واتبعوا رضوان من الله والله ذو فضل عظيم. يا الله، خلي كده عندكم يقين في الله سبحانه وتعالى، ووكلوا أمركم لله سبحانه وتعالى، وخليكم كده يعني
عندكم حق توكل عليه، وإن شاء الله يا رب يا رب كلنا كده جميعا نكون من الذين ينقلبوا بنعمة من الله وفضل، ولا يمسنا سوء في الدنيا ولا في الآخرة يا رب. قرروا حسبنا الله ونعم الوكيل، وفوضوا أمركم لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يومكم يكون سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.